في هذا اليوم العزيز على قلوبنا نؤكد على أهمية هذا المشروع، ونتطلع إن شاء الله أن يكون هو بادرة خير في دولة الكويت نحو بناء وتطوير البنية التحتية في الدولة تزامنا مع كويت المستقبل 2035. هذا المشروع وصلت نسبة إنجازه حاليا 96%، وإن شاء الله من المنتظر أن يتم إنجاز كافة المراحل المتبقية فيه في خلال الشهور القليلة القادمة حتى يتم افتتاحه إن شاء الله. طبعا المشروع بشكل مختصر هو من أطول الجسور البحرية في العالم، ويبلغ طوله حوالي 36 كيلو، ويربط مدينة الكويت وضواحيها من ميناء شويخ إلى المنطقة الشمالية في دولة الكويت، ويمر كذلك عبر جزيرتين صناعيتين مساحة كل منها حوالي 300 ألف متر مربع، وهناك العديد من المرافق الحكومية، وإن شاء الله في المستقبل يتم تطوير الأجزاء الأخرى في الجزر لتكون يعني أماكن سياحية أو ممكن يستفاد منها في المستقبل. نحتفل اليوم في ختام واحد من أهم الأنشطة الرئيسية في مشروع جسر الشيخ جابر، ألا وهو تركيب القطعة الخرسانية الأخيرة في جسم المشروع العلوي، واللي باكتمالها اليوم نربط ما بين جنوب الكويت بشمالها عن طريق جسر الشيخ جابر، اللي راح يختصر لنا المسافة والوقت من ساعة ونص تقريبا إلى 25 دقيقة، اللي راح يختصرها من 104 كيلوات إلى 36 كيلو فقط، اللي هو إجمالي طول المشروع. فإحنا بالنسبة لنا اليوم يعتبر هو الحدث الأهم في المشروع اللي اختتمنا فيه هذا النشاط المهم. والحال لله الحمد، العمل جاري على قدم وساق لإنهاء التشطيبات النهائية للمشروع على موعد الافتتاح إن شاء الله اللي في نهاية هذا العام.